أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية ونبدأ بعد الفاصل. يقول الكاتب صلاح الصافي في مقال نشره موقع صوت العراق: أثار تعيين القاضي حيدر حنون رئيسا جديدا لهيئة النزاهة الاتحادية وهي هيئة شبه مستقلة خاضعة لرقابة البرلمان ردود أفعال شعبية غاضبة نظرا لأنه كان قد اتهم بقضايا فساد سابقة بحسب المجلس الأعلى للقضاء العراقي في العراق. وأكد المجلس في قراره أن إعفاء حيدر حنون جاء على خلفية تهم فساد، مشيرا في الوقت نفسه إلى إحالة القاضي إلى اللجنة الانضباطية الخاصة بمحاكمة القضاة التي ستقرر مصيره. حيث يضيف الكاتب: لكن لا القضاء ولا الإعلام العراقي أشار لاحقا إلى تقديم حنون إلى المحاكمة أو الحكم عليه. ما أثر كهنات بتسوية القضية بضغوط سياسية، حيث إن حنون عاد للظهور بعد عامين من جديد مرشحا للانتخابات البرلمانية في عام 2018 عن تحالف الفتح. ما الذي يريد أن يوصله السوداني من رسالة إلى الشعب العراقي وهو يفتخر قبل يوم بانتمائه إلى كتلة الإطار؟ الرسالة الأولى أن المحاصصة في المناصب مستمرة كما تشكيل الحكومة التي ولدت برئاسة السوداني. أما الرسالة الثانية أن مكافحة الفساد التي ادعى السوداني أنها من أولويات الحكومة أصبحت بيد شخص متهم بالفساد ومحال إلى لجنة انضباط ومحاكمة في مجلس القضاء الأعلى لا نعرف نتائجها، ولكن يبدو أنها انتهت بضغوط سياسية. هل هذا تحدي لمشاعر المواطنين؟ فمن غير المعقول قاض منتم لأحد الكتل وهي جزء من منظومة الفساد يكون على رأس هيئة النزاهة المستقلة لمكافحة الفساد، فهل يستطيع أن يفتح ملف فساد للجهة التي ينتمي إليها؟ هذا سؤال يمكن أن يجيب عليه أي شخص يتمتع بقليل من العقل. إن من يكون جزءا من منظومة فساد لا يمكن أن يكافح الفساد. ونقرأ من موقع كتابات مقالة للكاتب باسل عباس خضير جاء فيه: لم يكن. يقول الكاتب: ما اكتشفه رئيس مجلس الوزراء من خلال وتقصير في الأداء أثناء زيارته التفقدية لإحدى المستشفيات الحكومية غريبا عن العراقي. فمنذ سنوات والجميع يقول إن خدماتنا الصحية لا ترقى للمستوى الإنساني المطلوب من حيث التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصحية والقدرة على الاستيعاب في العيادات الخارجية والاستشارية والردهات والصالات وكفاءة الخدمات والبنى التحتية السائدة وتوفر الأجهزة والمستلزمات والأدوات وغيرها من المتطلبات. يضيف الكاتب: انكشفت أغلب عورات نظامنا الصحي في الكثير من المرات، ومنها أثناء جائحة كورونا مثلا التي أصابت العراق والعراقيين بشكل طفيف، ولكنها ألجأت الصحة لاستخدام الكرفانات، فأغلب مستشفياتنا أنشئت في النصف الثاني من القرن الماضي المنصرم، وأحدثها تلك المستشفيات التي افتتحت في الثمانينيات. أغلب المستشفيات التي تمت المباشرة بها بعد عام 2003 لم تفتتح، إما لعدم تكاملها أو إن فيها متعلقات مع الشركات، وهي إن اكتملت سوف لا تضيف شيئاً للطاقة السريرية التي يحتاجها البلد استناداً لأبسط المعايير، فضلاً عن النقص المحتمل في تجهيزاتها كلاً أو جزءاً. وهناك ثغرات لم تغلق مما أبقى بعض المناطق من دون خدمات صحية، وأقرب مستشفى لها تبعد عشرات الكيلومترات، والأمثلة على ذلك كثير.
ولا يتعلق الأمر بالأبنية فقط، وإنما بفقدان النظام الصحي والفلسفة في تقديم الخدمات، حيث يتداخل عمل القطاع الصحي الحكومي مع القطاع الصحي الخاص بشكل واضح، يضطر من خلاله المواطن لتكبد العديد من النفقات والوقوع في ازدواجية الحصول على الخدمة من حيث الجودة والتكاليف، في حين يترك المواطن في حالة انتظار إن اختار الخدمة بالعام. إلى صحيفة المدى، ومقال للكاتب رعد العراقي يقول فيه: ليلة العشرين من تشرين الثاني 2022 سيكتب التاريخ أن دوحة العرب كسبت التحدي وطوعت الصعاب واحتضنت العالم بين جناحها الآمن لتعلن انطلاق نهائيات كأس العالم لأول مرة من بلاد العرب والشرق الأوسط. لا شك، يقول الكاتب، أن الإخوة القطريين برؤيتهم الثاقبة وعزيمتهم الصلبة سيعبرون خطوط النجاح لحدود الإبهار التي ستحرج كل من استضاف البطولات السابقة وحتى من يراهن على استضافتها مستقبلاً. اليوم كل العرب مطالبون بالوقوف مع أرض الدوحة إعلامياً ومعنوياً من أجل أن نعبر معها اختبار العالمية ونوصل صوتنا الحضري برمتنا لكل بقاع العالم كشعوب مسالمة تحب الحياة وتصنع المستحيل ولها دور بكتابة التاريخ في الماضي والحاضر كذلك والمستقبل. سر التفوق باحتضان المونديال العالمي يكمن في اختلاف مفهوم وعوامل استضافة الحدث بين قطر والدول الأخرى، فكأس العالم باتت قضية تحدي وطنية يحظى بمتابعة واهتمام بلد بأكمله، بدءا من أعلى سلطة في الهرم القيادي ونزولا لأبسط مواطن، جميعهم يعملون من أجل حاضر قطر ومستقبلها التي ستكون على موعد جديد بارتداء الثوب العالمية في الإدارة والتنظيم والقدرات الخلاقة، غير آبهة لهدف الحصول على العوائد المالية التي غالباً ما تكون هي الغاية الرئيسة لأغلب البلدان التي تطمح أن يدر عليها الملايين من الدولارات، في وقت أن الدوحة فتحت الخزائن المالية وطوعت كل مسالك الإنفاق واستحدثت وسائل متطورة تسهم في تقديم الخدمات وتسهيل تنقل الجماهير بأيسر الطرق، ستمكن لأول مرة من قدرة الجمهور على حضور مباراتين في ملعبين مختلفين وبأوقات متعاقبة. بقلوبنا سنكون مع قطر والمنتخبات العربية حتى وإن بعدت المسافات، فيكفينا فخراً أن كأس العالم يقام بين أحضان العرب شاء من شاء وأبى من أبى. نحو تركيا، لماذا اتهمت أنقرة واشنطن بالتواطؤ في هجوم اسطنبول الذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص وجرح العشرات؟ تجيب صحيفة نيويورك تايمز في تقرير أعده بن هبارد وشفق تيمور، قال فيه إن السلطات التركية اعتقلت يوم الاثنين امرأة يشتبه في أنها كانت وراء التفجير الدامي الذي وقع في وسط اسطنبول في اليوم السابق، قائلة إن مسلحين من الأكراد أرسلوا المرأة إلى تركيا من سوريا لتنفيذ الهجوم، وأسفر التفجير الذي وقع الأحد في شارع للتسوق مزدحم يكتظ بالأتراك والسياح من مجمل ومختلف أنواع الدول عن مقتل 6 أشخاص جميعهم أتراك ينتمون إلى 3 عائلات مختلفة وفقا لمسؤولين. اتهمت تركيا الولايات المتحدة بالتواطؤ في الهجوم لأن أمريكا ظلت ومنذ مدة طويلة على علاقة شراكة عسكرية مع ميليشيا يقودها الأكراد في سوريا. ورفض وزير الداخلية سليمان سويلو في أثناء زيارة لموقع الهجوم يوم الاثنين رسائل تعزية من الولايات المتحدة، قائلا إن ذلك يؤكد مقولة القاتل يكون من بين أول من يعود إلى مكان الجريمة. وتشير الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة حليف لتركيا في الناتو، لكن اتهام سويلو بالتواطؤ كان متجذراً في الشراكة الأمريكية طويلة الأمد مع الميليشيات التي يقودها الأكراد في شمال شرقي سوريا.
لكن تلك الشراكة أثارت غضب تركيا التي تعد الميليشيا السورية فرعاً من حزب العمال الكردستاني PKK، الجماعة التي تخوض حرباً مع الدولة التركية منذ عقود. وتعد كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية. قالت صحيفة إندبندنت في تقرير أعدته محررة الشؤون الداخلية ليز ديردن إن شرطة مكافحة الإرهاب تقوم بمراقبة التهديدات ضد المهاجرين في مراكز الاستقبال والفنادق في وقت احتفل اليمين المتطرف بالهجوم على مركز دوفر ودعواتهم لمزيد من الهجمات بالقنابل الحارقة. وقامت كذلك الشرطة بمراجعة كل الترتيبات الأمنية في أماكن استيعاب طالبي اللجوء السياسي بعد الهجوم بقنبلة حارقة على مركز استقبال المهاجرين في 30 من تشرين 1 أكتوبر، والذي قالت الشرطة إنه مدفوع بأيديولوجية اليمين المتطرف. أندرو ليك البالغ من العمر 60 عاما قام بإلقاء جهاز حارق من سيارته على ويسترن جيت فويل قبل أن يقود سيارته باتجاه محطة وقود ويقتل نفسه. جاء الهجوم بعد محاولات إرهاب تستهدف المحامين الذين يمثلون مهاجرين على القوارب الصغيرة في شهر أيلول سبتمبر عام 2020، وهي القضية التي تنتظر المحاكمة، إلى جانب قضية أخرى تتعلق بمراهق يعتنق عقيدة النازيين الجلد، والذي هدد بالهجوم على مركز لطالبي اللجوء في دوفر بقنابل مولوتوف. وكتب المراهق على منبر لجماعات اليمين المتطرف: أخطط للقيام بالهجوم ضد شاطئ دوفر، حيث يمنح كل مسلم ولاجئ الأمان. لو كنت مهتما فأخبرني الآن. واعترف المراهق الذي لا يمكن الكشف عن اسمه لأسباب قانونية بأنه شجع على الإرهاب وامتلك كتب إرشادات بما فيها تعليمات عن كيفية صناعة قنبلة حارقة في البيت في أثناء العام الماضي، ولكنه لم يسجن. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد كل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر حالتنا تعبوا. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. لنشاهد وإياكم الكاريكاتير. إلى تقرير مصور من صحيفة القدس العربي، يجمع سوريون أسماكا نافقة في نهر العاصي.
ويرجح متخصصون الأسباب إلى التلوث بفعل طرح مواد كيماوية في مجرى النهر، وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها جمع أسماك نافقة بكميات كبيرة بسبب التلوث. دخلت قطر في أجواء مونديال 2022 قبل أسبوعين تماماً على الحدث العالمي، إذ انتشرت أعلام الدول وصور النجوم والمنتخبات في المراكز التجارية والشوارع وعلى العمارات الشاهقة في قطر، وتنطلق منافسات كأس العالم 2022 في 20 من نوفمبر تشرين الثاني الحالي بمواجهة الافتتاح بين المنتخب القطري ومنتخب الإكوادور. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. مهران كريمي ناصري الشهير بسير ألفريد، وهو من مواليد خوزستان الإيرانية، عاش أكثر من 18 عاماً بين 1988 و 2006 في مطار رواسي تشارل دي غول الباريسي، بعد نفيه من إيران أيام الشاه وسرقة وثائقه في المطار ولعدم حصوله على الإقامة، فتحول إلى شخصية رمزية وصار قبلة المسافرين والسياح وأيقونة المطار الذي يقيم فيه، قبل أن تتحول قصته عام 2004 إلى فيلم بعنوان مبنى الركاب أو The Terminal إخراج ستيفن سبيلبرغ ليؤدي دوره توم هانكس، وقد حصل على عائدات مالية من الفيلم وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. في النهاية سأترك المطار، كان كريمي يقول: إلا أنني ما زلت أنتظر جواز سفر أو تأشيرة عبور. بحسب أسوشيتد بريس، وقد حصل على صفة لاجئ في فرنسا وتصريح إقامة عام 1999، لكنه رفض دخول فرنسا. توفي كريمي في 12 من نوفمبر 2022 بنوبة قلبية مفاجئة في المبنى رقم 2F الذي عاد إليه بمحض إرادته قبل أسابيع من وفاته، وذلك بعد سنوات من الإقامة في ملجأ باريسي. سنودن أشهر العالقين. عميل المخابرات المركزية إدوارد سنودن، والذي سرب تفاصيل برنامج التجسس بريسم عام 2013 إلى صحيفة الجارديان والواشنطن بوست، فأصدر القضاء الأمريكي بحقه تهمة التجسس وسرقة ممتلكات حكومية سرية. بدوره ظل عالقاً في مطار شيريميرتيفو الدولي 39 يوماً بين حزيران يونيو 2013 وآب أغسطس من نفس العام، بعد أن سحبت السلطات جواز سفره الأمريكي. قدم سنودن طلبات لجوء إلى 20 بلداً قبل أن تحتضنه روسيا ويمنحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2022 الجنسية الروسية. صيني وبرازيلي وسوري. لم يختلف الحال مع الصيني فينغ جانغ هو الذي علق بمطار ناريتا الياباني 86 يوماً بين عامي 2009 و 2010 لتفرض عليه الإقامة الجبرية بعد ذلك في شنغهاي الصينية. كذلك البرازيلي دينيس لويس العالق في مطار غواراليوس منذ العام 2000 بسبب مشاكل عائلية ونفسية. السوري حسن القنطار بدوره أقام في مطار كوالالمبور الدولي منذ العام 2018 بعد خشيته العودة إلى سوريا. ظل القنطار عالقاً في المطار 7 أشهر كاملة، إضافة إلى شهرين في مركز الاحتجاز، قبل أن تحتضنه كندا بوساطة من ناشطين كنديين. وأنتم هل تعرفون قصص عالقين آخرين؟ إلى اللقاء.